الله عليك يا مولاي. غريب يا مظلوم كربلاء، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. يا غائبا طال انتظار محبه، يوم جمعة وآخر ساعة من هذا اليوم ساعة عظيمة، نتوجه بها لإمامنا صاحب الزمان، نواسيه على مصائب عاشورا. يا غائبا وخصومه تؤذيه عجيل، فديتك فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما نبديه، أنسيت وقعة كربلاء ورزوها. أريد بس إذنك يا أمي، أريد بس سمعك يا أمي، شلون العاشق الولهان المشتاق تروح هكذا إلى ساحة قدس إمامنا صاحب العصر والزمان. يا غائبا طال انتظار محبه لظهوره، وخصومه تؤذي عجل، فديتك فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما نبديه، نسيت وقعة كربلاء ورزها، حتى العدا من شجوه تبكي
نسيت جدك وهو يذبح ضامها. هي جنب الفرات وعزمان يسقي لأن تحبها فاطمة لكن استميحها عذرا لهذا البيت. أنا سئت من بين الخيام عقائلا أنا سئت من بين الخيام عقائلا إن يؤذيك إن أروي يؤذيك ما لاقينا إن أروي وسليم الهاد التي من كان خائفا زينب تأوي أمسات ولا مأوى لها بين العذر يا أبا والدمع من أجفانها تذري حقك يا صاحب الزمان حقا لها تجري محاجركم دما. ليش يا فمتونها بصياطك تدمي يعقوب كم يعقوب يا أبا عبد الله الحسين. اللهم عنا على البكاء والإبكاء على سيد الشهداء دم كم يعقوب عين عليك سجابة ويا يوسف مثلك طول غيابة سيدي كم يعقوب لك دم يسجب العبرة وعين طلعتك يا ابن الحسن تمرة طالت غيبتك يا يوسف الزهرة وسيدي صبرك يا عجب ما طفح خنيابة والله تصبر سيدي وصبرك اليمتى وسكت يا وقت يا ابن الحسن سكت بس انت الامل والامل بس انت وما يرجع الدار بغير طلابه. ايش عندنا امل غير صاحب الزمان؟ وشلون ساعه هاي احنا قاعدين بيها؟ الله الله أسأل من الله أن يفهمنا حقيقة هذه الساعة وهذا المجلس. سيدي كم ثار لك كم ثار ثار الدار لو ثار الوقع بالدار لا كسر الضليع لا شاغت البسمار
نار الغدت بالباب لهابة والله يا جريح. الله أكبر الله أكبر. يا جرحي بقلبك أبد ما يلتام. شنو هذا الجرح؟ والله يا جرح لم قلبك أبد ما يلتام. عماتك عماتك خذاهم يسر للشام. يا بت علي شلون بخرابتنا. ينشاد ينشاد يا من جرحت يا نبيك. ينشاد ونجدك ما سواك بهاي. ينشاد متى باسمك أذان الفجر. ينشاد 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 ظهر يا المهد ظهر يا شيعة مهد الفاطمية. يا أبا ظهر يا شيعة مهد الفاطمية. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم. وشلون حالة حالة الحسين؟ يقول ما شافت الدنيا مثل حجاج الطفوف. ماكو. بس أريدك أنا وياك نلعب هذا الكلمات هاي. وأريد أجواء للرثاء. أريد أجواء للعزاء السوي لي. والله ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفوف. الله لا يسمعك أنونا بس على الحسين. يا الله ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفوف. للمعركة يسعون ما بين السيوف. التقصير هذا قطع راس وذاك الجفوف. والتلبية لبيك يا روح الزكيه. شلون حج هذا؟ ها؟ مقبول هذا الحج ولا عند الله؟ أما تلبية الحسين لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راس وسهام عبد الله رضي. وين سبح تسبيح للحسين. لبيك اللهم لبيك بنجي وبقطع راسي وبسهام عبد الله رضي. اسمع لباك لباك ظل عمي وانا لبيك بظلو وراضي ارضى ارضى وراضي بمنيتي تحت حافر لعوجي. حسين
العباس والأكبر وجاسم والميامي آه بعاشر أقدم على حبك قرار لعيال يتمها ورملها النساء كلها لجل عناك تروح اختي سبي أين المنادي وحسينا أين المنادي وحسين زينب اسمع اسمع ونو يا زينب زينب سعيها يختلف عن سائر الناس عدها الصفا لحسين والمروة المروة مفضوخ راسه والصفا بلا راس يا أبا عبد الله أين المنادون وحسينا زينب سعيها احفظت وياي زينب سعيها يختلف عن باجي النار عدها الصفا لحسين والمروة المروة راسه من فضيخ والصفا بلا كل ما تهروي طاردتها خيول ومي حسين يا حجاج وادي كربلاء دون البرا عافوا ثياب العيد واندفنوا عرب حجاج وادي كربلاء دون البرايا لا تبردها عافوا ثياب العيد واندفنوا عرب أو لعيالهم شنو جابوا صوغة بالعيد لعيالهم نزف الدماء جابوا هدا شنو هديتك أبو علي وأنا هديتي راس جابوه يا رقية الشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك متى يوم عاشور الظهر وظل مرمى على الثرى ويصعد بصدر شمه يا زغرة أعيد هذا البيت تريدك أنت تقرأ بلوعة حجي حجي وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك يا معاشر وظل مرمى على الثرى ويصعد بصدر ينصاب ينصاب
لك ما آتم بوسط القلب يا أبو علي، لك ما آتم بوسط القلب يا نصاب، ودمع العين على وجنا ينصاب ينصاب ينصاب. أنا قلبي قبل قلبك ريت ينصاب، وخد دون خدك على الوطيه يا أبا، وخد دون خدك عايا عاشورا، فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا.